استهدفت طائرتان مسيرتان قاعدة للجيش في شرق السودان خلال زيارة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ما أثار شكوكا حول جهود إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 15 شهرا. وقال الجيش في بيان أن الهجوم استهدف موقع احتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية بقاعدة جبيت العسكرية في مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر، والتي تعد مقرا للحكومة السودانية حاليا. وذكر الجيش في البيان أن الهجوم تسبب في مقتل 5 ووقوع إصابات طفيفة بعدد آخر، والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات المماثلة على مواقع للجيش في الأشهر القليلة الماضية، وهو أقرب هجوم من بورت سودان. وتأتي الضربة بعد يوم من قبول وزارة الخارجية بشروط دعوة أمريكية لإجراء محادثات في سويسرا في آب. وردت قوات الدعم السريع على بيان الوزارة قائلة أنها ستتفاوض فقط مع الجيش وليس مع الإسلاميين. احنا طبعا كلنا مؤمنين بان هذه المهنه، مهنه العسكريه، هي مهنه ما عندها حلين، واحده فيهن الشهاده، واحده فيهن الانتصار. ما عندنا حاجه ثانيه. احنا كلنا مارقين عشان نأدي ضريبه بتقودنا للطريق ده ذاته، يا اما ننتصر يا نموت، ما عندنا حاجه ثانيه. انا بحييكم، بقول لكم احنا بنرحب بكم في هذا الظرف اللي بتمر به بلدنا. ظرف انتم شايفين تداعياته الان. ظرف بيتطلب اننا نحن كلنا نتحد، نتقوى، نمسك في بندقيتنا دي. ما في حاجه بتحل البلد دي غير هذه البندقيه. والبندقيه دي ما حنخدها، ما حنخدها ما لم ننظف البلد دي من اخر زول تآمر عليها كلهم. ما حنخد سلاحنا الا ننظف البلد دي من اي متآمر، من اي متمرد، من اي زول بيفتكر انه هو ممكن يركع السودانيين.